بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهو باب في قيام شهر رمضان. وكانت هذه الترجمة هي أولى الأبواب التي ذكرها تحت باب تفريع أبواب شهر رمضان، فذكر هذه الترجمة باب في قيام شهر رمضان، ثم ذكر هذه الجملة من تلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، وكان يحث القوم على قيام رمضان وعلى إحياء تلك الليالي، وكان يذكر صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هذه صورة دافعة لامتثال الإنسان لهذه الطاعات، لتلك الطاعات، وكان من غير أن يأمرهم بعزيمة. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض هذه العبادة على القوم، ولكن رغب القوم، وذكر الثمر المرجوة من ذلك، وأن الله تعالى بيغفر ذنب ذلك العبد متى قام رمضان وأحيا تلك الليالي إيمانا واحتسابا. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والأمر على ذلك، أي أنهم كانوا يصلون على فرادة، كانوا يصلون فرادة ولم يجمعوا في قيام الليل، غير أنهم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الليالي في المسجد، صلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يخرج على القوم في الليلة الثالثة. ولما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. يقول في ذلك عائشة رضي الله عنها أن قوما ائتموا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المسجد، فصلوا بصلاته، ثم صلوا أيضا في اليوم التالي يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم قد اجتمعوا في الليلة الثالثة لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح ذكر لهم تبريرا لذلك الموقف، لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم بعدما اجتمعوا في الليلة الثالثة. قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض على القوم قيام الليل، فعند ذلك لا يستطيعون. فكانت هذه صورة من صور شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، صورة من صور شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وبالتالي خشى أن يحرج هذه الأمة، وبالتالي لم يخرج على القوم في الليلة الثالثة. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن هذا هو كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا في صدر خلافة عمر بن الخطاب، أنهم كانوا يحيون تلك الليالي في بيوتهم،
وكانوا يصلون فرادى، فحتى كان في ذلك في صدر خلافة عمر الخطاب، حيث بعد ذلك جمع القوم على أبي بن كعب رضي الله عنه، جمع القوم على أبي بن كعب رضي الله عنه. وذكرنا أن عمر رضي الله عنه لما جمع القوم في صلاة التراويح على أبي بن كعب رضي الله عنه، قلنا أن عمر رضي الله عنه لم ينشئ هذه العبادة أو لم يجمع القوم إنشاء، ولكن نجد أن عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في بعض ليالي رمضان، ولكن كما ذكر صلى الله عليه وسلم ما منعه من الخروج إلى القوم بعدما اجتمعوا في المسجد ليتمون بصلاته كما تموا في أيام سابقة، إلا أنه خشى أن يفرع عليهم قيام رمضان، عند ذلك لا يستطيعون، فكان ده المانع. قلنا لأن الوحي ما زال بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف عند ذلك أن ينزل الوحي بفرضية قيام الليل، فتكون هذه المشقة البالغة للقوم ولا يستطيعون أن يقوموا قيام الليل في قيام رمضان في جماعة، فكان ذلك إحراج شديد بالغ للأمة، فكان ده المانع. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عند ذلك ما كنا نخشى من خلاله أن تفرض أو يفرض قيام رمضان على القوم في جماعة، وبالتالي لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس الاجتماع على صلاة الجماعة، على صلاة التراويح أو قيام الليل في جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنشأ هذه القضية، ألا وهو اجتماع القوم في قيام رمضان. فعمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أحيا هذه السنة بعدما رفع ذلك المانع وانقطع ذلك المانع، ألا هو انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمر نعمة البدعة هي، قال سماها باعتبار صورتها، ولكن ليس من باب البدعة من ناحية الاصطلاح، ولكن من ناحية اللغة، أي هذا أمر محدث. قلنا إحداثه أنه جمع الناس على فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انقطع عن القوم بهذا التعليل والمبرر مخافة أن يفرض على القوم قيام رمضان فلا يستطيعون. ووقفنا عند هذه الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا أي فرادا، قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه. قال ذكر هذه القصة قالت فيه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. يبقى لما لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على القوم في الليلة الثالثة، وبعدما اجتمع القوم لاجتماعهم على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، عند ذلك لما حجب عن القوم، تقول عائشة رضي الله عنها كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزع فرادا، وعلى ذلك فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت لهم حصيرا فصلى عليه، وأتم الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اجتمعوا في الليلة الثالثة عند ذلك لم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال لهم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم، يعني رآهم وعلم أنهم قد اجتمعوا، ولكن لماذا لم يخرج عليهم؟ قلنا مخافة أن يفرض على القوم قيام الليل في جماعة، عند ذلك لا يستطيعون. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا. طبعا الإنسان الذي بيقتدى به دوما بيحاول أن يزيل أي نوع من أنواع الالتباس عن القوم، من يقتدى به يحاول إزالة أي نوع من أنواع الالتباس عن القوم، وطبعا مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا، ولكن هو أحيا هذه الليلة، أحيا هذه الليلة، قلنا حتى يعني لا يطرأ على أذهان الناس أنه قد غفل أو نام، فيكون بذلك مدعاة لترك القيام أو التكاسل والتغافل عن هذه العبادة. وقلنا الأمر ده يعني بيؤيد دوما من قبل من يقتدى به، من قبل من يقتدى به مع أمن الفتنة عليه، قلنا على أساس أنه ما يكونش نوع من أنواع المدعاة لترك الناس أو التغافل أو التكاسل عن طاعة يقومون بها. لذلك بينا قبل ذلك
أنه من يقتدى به من الممكن أن يظهر بعض تلك النوافل، أن يظهر النوافل إن كان حيقتدى به في ذلك، أيضا بالإضافة أنه يؤمن عليه من الفتنة، يؤمن عليه من الفتنة أن يدخل إلى قلبه العجب أو الكبر أو الزهو أو غير ذلك من الأمور. ولكن طالما بيقتدى به يبقى عند ذلك نقول يظهر هذه الطاعات حتى لو كانت من باب النوافل، قلنا إظهار ذلك ليس من باب الاستطالة على القوم ولا من باب العجب أو الكبر أو الزهو غير ذلك، ولكن نقول إن هو بيقتدى به، قلنا حتى يحث الناس على إحياء تلك الليالي أو القيام بتلك العبادة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا، كل ذلك بفضل الله وبتوفيقه. دائما الإنسان لما يؤدي أي طاعة من الطاعات لابد أن هو يستشعر دوما، هذا شعور لا ينفك عن المؤمن، أن هذا لم يكن بحوله وقوته، ولكن كل ذلك كان بحول الله وقوته، وكل ذلك كان بفضل الله عز وجل، وكان بإحسان وإنعام الرب سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونعلم دايما كده لما نتمم أي طاعة من الطاعات، كلما أتم الإنسان طاعة من الطاعات كلما ازداد خضوعا وانكسارا وتواضعا لرب سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. لذلك بيلزم العبد دوما أن يقف على تلك النعم المتجددة، يبقى نعم متجددة، لأن إلف الإنسان لهذه الفعلة قد ينسي العبد أنها نعمة من نعم الرب سبحانه. يعني كما نقول أننا نصلي الفجر، صلينا الفجر اليوم، صلينا الفجر بالأمس، صلينا الفجر من قبل الأمس، وهكذا نقول من مدة طويلة ونحن نصلي الفجر، فعند ذلك قد يدخل العجب والزهو إلى قلب الإنسان. ولكن نعلم ما صلينا الفجر في ذلك اليوم إلا بعون الله ومدد سبحانه وتعالى وتوفيق لذلك العبد وبإحسان الرب سبحانه. وما صلينا الفجر بالأمس إلا أيضا بإنعام الرب سبحانه وتعالى وإحسان الرب سبحانه وتعالى وتوفيق الرب سبحانه وتعالى العبد. وأنه لو وفقنا إلى صلاة الفجر لو مد الله عز وجل في أعمارنا وصلينا الفجر من غد، عند ذلك أيضا نشعر، ولابد من استصحاب ذلك الشعور، أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، وإلا أن الله تعالى لو قطع ذلك المدد والعون على العبد ما كان بممكن ولا في استطاعة العبد أن يسبح تسبيحة واحدة. وبالتالي لما الطاعات دايما هتزيد خضوع الإنسان لرب سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباد العلماء، يقول يا ترى لماذا كانوا هم أشد خشية من ربهم؟ كلما ازدادوا معرفة بالرب سبحانه وتعالى، يبقى كلما ازداد العبد معرفة بربه كلما ازداد خضوع هذا العبد وأيضا خوف ذلك العبد بالرب سبحانه وتعالى. يبقى دي نعم كلها متجددة. قلنا لأننا في أحيان كثيرة لا ننظر إن قيام الإنسان بالطاعة أنها نعمة من نعم الرب، يعني في أحيان كثيرة بيعتاد ألف الإنسان ذلك الأمر، لا ينقطع عن صلاة الجماعة، لا ينقطع عن دروس العلم، لا ينقطع عن التسبيحات، عن كذا وكذا، يبقى عند ذلك قلنا قد يدخل يتسلل إلى قلبه الكبر أو الزهو أو العجب. يعني ولكن دايما نقول دي نعم متجددة نشعر، ولابد من وقوف الإنسان دوما مع نفسه واستشعار الإنسان أنها نعم متجددة لم يكن ذلك إلا بتوفيق الرب سبحانه. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرحتان يفرحهما، يبقى فرحة عند فطر. قلنا يا ترى ليه احنا بنفرح عند الفطر؟ نقول أن مدد وعون الرب سبحانه وتعالى ما زال مستمرا بنا حتى أتممنا تلك الطاعة. لذلك كان من دعاء الصالحين: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى على ذلك نقول النهايات، ولابد من النظر دوما إلى النهايات، فلما بنمضي أو بنقوم بطاعة ونستكمل تلك الطاعة يبقى عند ذلك الإنسان يقف ويتعرف على منن الرب وعلى نعم الرب سبحانه وتعالى وعلى إحسان الرب سبحانه وتعالى. لولا أن ذلك المدد وذلك العون ما زال مستمرا بالعبد ما كان لنا يعني من سبيل أن نتمم تلك الطاعة، أن نتمم هذه الطاعة. فدي نعم متجددة، قلنا لأنه مع ألف الإنسان بينسى، مع ألف الإنسان لهذا الأمر بينسى وبالتالي يتكاسل يتغافل، لكن دايما نقول هذه نعم متجددة، قلنا خاصة في مسألة الطاعات، هذه الطاعة لم تكن إلا بتوفيق من الرب سبحانه وتعالى وبعون من الله عز وجل. أن العبد دايما لابد أن يجدد ذلك تلك الرؤية ويرى إفضال الرب سبحانه، إنعام الرب، إحسان الرب سبحانه وتعالى،
جود وكرم وبر الرب سبحانه وتعالى مع عبده. فإياك نعبد وإياك نستعين. يبقى لما بنيجي نطلب المطلب ده من رب سبحانه وتعالى ونعلن ذلك الأمر لرب سبحانه وتعالى، إياك نعبد، لا نفرد هذه العبودية إلا لله عز وجل، وإياك نستعين، نعلم أن العون والمدد من رب سبحانه وتعالى لا يطلب من غيره. فيبقى الإنسان كده دايما يزداد خضوع، يزداد انكسار، يزداد طاعة لرب سبحانه وتعالى، وأيضا يتعرف على رب جل في علا. أيها الناس، أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم، ولكن السبب هو مخافة أن تفرض أو يفرض قيام رمضان على القوم في جماعة، فعند ذلك لا يستطيعون، وبالتالي بدي شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتبقى شفقة الإمام بصفة عامة. يبقى الإمام عندما يصلي بالقوم أو كان إماما للقوم، يبقى لابد من أن يتلمس أحوال الناس، لابد أن يتلمس من أحوال الناس. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه ذلك إلى الإمام قال: من أما الناس فليخفف، من أما الناس فليخفف. قلنا دائما الإمام لما بيقرأ، يعني لما يقرأ نجد أنه من الممكن أن يطول في قراءته ولا يشعر بأي تعب، لا يشعر بأي نوع من أنواع التعب، ولكن لابد فيها من مراعاة أحوال الناس، كما تعلمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يخفف، فهناك الضعيف، هناك المريض، هناك أيضا الذي انشغل بحاجته، فعند ذلك لا تلبس أمر العبادة على القوم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ لما طول في تلك القراءة، لما طول في تلك القراءة. فشفقة الإمام يبقى لابد أن تبث في قلبي على أساس أنه هو إمام للقوم ويتعامل مع هذه الطائفة، لابد من مراعاة أحوال الناس. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساء والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. بيذكر هنا أبو ذر رضي الله عنه أنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، ومعلوم أن صوم رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات، صام تسع رمضانات. يقول أبو ذر رضي الله عنه: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر. يبقى كان أساسا قيام رمضان، يبقى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ودايما كده يعني كانوا يصلون فرادة، قلنا يصلون فرادة، قلنا ممكن إنسان أساسا بيجد همة لما بيكون مع المجموع، يعني الإنسان بيجد همة لما بيكون مع المجموع، لكن نتخيل أن الله تبارك وتعالى أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يقيموا الليل أساسا، كما بينا من خلال الصورة: يا أيها المزمل. يبقى فرض قيام الليل على القوم، على الصحابة عاما كاملا، وأمسك الله سبحانه وتعالى يعني آخر هذه الصورة التي فيها نسخ الفريضة إلى تطوع، نسخ فرضية قيام الليل إلى تطوع، وبالتالي كانوا يقيمون الليل على الرغم من إيه، من إن صور يعني قليلة هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يقيمون الليل بهذه الصورة يتدبرون معاني تلك الآيات. فنقول إن هي تربية، يبقى كل منهم كان يصلي على الانفراد، ما كانش بيجمعوا على صلاة القيام، وبالتالي نقول الإنسان لما بيجمع على صلاة القيام بيجد فيها همة، بيجد همة مع القوم، لكن لما يكون يعني على الانفراد يبقى فيه نوع من أنواع التكاسل، نوع من أنواع التغافل، لكن هؤلاء ما كانوا يغفلون عن ذلك الأمر، وما كانوا يتكاسلون عن طاعة تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، أنهم يلمسون أو يلتمسون كل سبيل يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فالهدف دايما هو اللي بيدفع الإنسان إلى امتثال الطاعات، وإلى استزالة الطاعات وعدم انقطاع الإنسان عن الطاعة.
لكن لما بنجد الإنسان بينقطع عن الطاعة نقول يا ترى إيه السبب، إيه السبب في ذلك، إيه السبب إن الإنسان ممكن يغفل، ممكن نوع من أنواع التكاسل، نوع من أنواع التهاون. نقول لعدم بروز الهدف وعدم وضوح الهدف أمام الإنسان. بينا إن الإنسان لا يحيا إلا بهدف، لا يصلح أبدا أن تصلح بلا هدف. نقول دائما نقول أنت عايش ليه؟ يبقى في هدف قدامك كده، هدف احنا بنسعى الى تحقيقه، مش رؤيه الهدف فقط ولكن ايضا رؤيه كذلك الوسائل التي من خلالها نصل الى تحقيق الهدف، وسائل التي نصل بها الى تحقيق الهدف. قلنا ممكن الهدف يكون واضح، الوسائل واضحه تماما، لكن ما زال نوع من انواع التكاسل والتغافل ايضا. قلنا على الرغم الانسان عارف ان الجنه هو دي المطلب الاسمى للانسان، ويعرف ان الوصول للجنه حفه الجنه بالمكاره، عارف ان الجنة دي بيحتاج ان الانسان يكابد الليل ويواصل الليل بالنهار في طاعة ربي سبحانه وتعالى، وانه يلتمس او يلمس كل طاعة من الطاعات تقربه للرب سبحانه وتعالى او كل سبيل، يبقى عارف الكلام ده كويس وعارف الوسائل توصله لذلك الامر. لكن نقول الهمة يعني ليست بهمة عالية، نجد ان هو دنو همة الانسان. ايه السبب؟ نقول الايمان لازم ننظر للقلب، القلب ده لما تبث فيه قواعد الايمان بصورة صحيحة ويتحرك الإيمان، باعث الإيمان داخل القلب بيندفع نحو رؤية الهدف، نحو رؤية الهدف. ولكن نجد أن الكسل دايما والتغافل والانشغال يعني بيجعل الإنسان يتقاعس عن الوصول لذلك أو رؤية هذا الهدف بصورة واضحة. قلنا ورأى بصورة واضحة ورأى الوسائل بصورة واضحة، لكن نقول والله فين القوة المحركة؟ نقول فين القوة المحركة؟ يبقى على ذلك القوة المحركة دايما هو الإيمان، إيمان الإنسان. وأن الإيمان ده لما يبث بصورة صحيحة في قلبه هو ده الوقود المحرك للإنسان، وقود المحرك يعني الإنسان يلتزم. نقول ناس بيبقى فيه تكاسل، في غفلة، في كذا في كذا، لكن هو أمامه هدف، أمامه هدف. وقلة السالكين في ذلك الطريق يعني نقول إن هي يعني بتدفع هذا الإنسان لا يرى قلة السالكين، كثرة السالكين، قلنا أمامه هدف ويسعى إلى تحقيق، وبالتالي حدد وعين الوسائل. ونقول وسائل محققة الهدف واضحة، وكذلك نقول وقود المحرك للإنسان. وبالتالي بنقول لابد من الاهتمام البالغ بالقلب كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لازم الإنسان ينظر للقلب كده معالم الإيمان إزاي بتتحرك، إزاي بتتحرك. زي ما نقول الإنسان بيراقب الرب سبحانه وتعالى، إزاي بتراقب الرب سبحانه وتعالى؟ قلنا إن لم يقم الإنسان مشاهد الأسماء والصفات بصورة صحيحة في قلبه، فعند ذلك نقول إن إحنا عارفين، يعني نعرف نعلم عن الرب سبحانه وتعالى، نعلم عن صفات، نعلم عن أسمائه، لكن نقول لا أثر يعني ظاهر لهذه الأسماء في حياة الإنسان. إيه السبب؟ نقول إن إحنا اقتصرنا على المعرفة، إحنا تعرفنا على الرب سبحانه وتعالى. نقول عرفت ربي سبحانه وتعالى أنه سميع، أنه بصير، أنه قد أحاط بكل شيء علما، أنه قدير، كل دي إحنا عارفينها. لكن نقول في واقع الحياة لا نرى أثر لمعرفة الإنسان بالأسماء والصفات. نقول يا ترى ليه؟ إيه هذه معرفة ولكن لم نرى أثر هذه المعرفة على سلوك الإنسان ليه؟ نقول لأنها مع هذه المعرفة وقفت إلى هذا الحد فقط، لكن ما افترض المعرفة دي تحول إلى مشاهد، مشاهد تبث في القلب، وبالتالي يستصحب هذه المشاهد دوما في حاله، في كل جزئيات حياته، في كل جزئيات حياته. قلنا ما بيخفاش على الإنسان أبدا أن ربي سبحانه وتعالى سميع، ما يخفاش على الإنسان أن ربي سبحانه وتعالى بصير، ما يخفاش على ربي سبحانه وتعالى أن ربي قدير. وبالتالي بقى لما أقمنا مشهد أي اسم من أسماء الله عز وجل وأي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، فده وقود محرك دايما إلى التزام الطاعات وإلى التزام تلك الوسائل التي توصلنا إلى الأهداف التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها. لكن لما غاب الأمر بقت معرفة لكن ما نزلناش إلى القلب، فعند ذلك نقول يبقى لا حراك للإنسان. ولذلك كما قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يبقى أن الأول أن القلب ده يضطرب، القلب ده يتحرك، وأن ممكن الإنسان يبقى حافظ القرآن ولكن نقول لا معلم للقرآن على حياتي، فين ضابط السلوك؟ ألم تعلم أن الله تعالى قال كذا؟ ممكن يبقى حامل للكتاب ربي سبحانه وتعالى ونجد أنه خلل شديد في العقيدة، خلل شديد في العقيدة. يبقى على ذلك نقول أين ذلك القرآن يعني في داخل قلب الإنسان؟ هو حفظ القرآن ولكن وضع القرآن ده في حافظة، ما أنزلش القرآن إلى القلب. وأن القرآن أساسا لن نرى أثر هذا القرآن على العبد
إلا إن أنزل تلك الآيات على قلبي، نزل هذه الآيات في قلبي. لذلك كما قال سبحانه: ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى على ذلك نقول: وأحشى بينك وبين الكتاب القرآن، وأنا ممكن يحفظ القرآن ليه وردم القرآن، لكن نقول ما لم يقف مع الآيات، ما وقفش مع الآيات كده، وقفش وهو بدأ يطبق الآيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الخوارج قال: يقرؤون القرآن لين رتبة، يعني كانوا عندهم ورد من القرآن ويقرأوا القرآن، وكثيرا ما يرددون الآيات، ولكن قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم. يبقى قراءة حلقية، قراءة حلقية كده. ويبقى إنسان ممكن يحفظ القرآن نقول من أصحاب العقائد الفاسدة، نقول من أصحاب السلوك غير المنضبط على ما على كتاب رب سبحانه وتعالى ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: يا ترى ليه؟ قلنا: لأن احنا فصلنا ما بين العلم والعمل، فصلنا في فصل عندنا، يبقى في فصل كده ما بين العلم والعمل، فتم ذلك الفصل. الصحابة رضي الله عنهم ومرضاهم نقول ده كانت عبارة عن جملة واحدة، العلم والعمل ده جملة واحدة، يبقى جملة واحدة اقتضاء العلم العمل، وبالتالي يبقى كانت جملة واحدة. مفيش حاجة اسمها معرفة بلا تطبيق، عندهمش حاجة اسمها معرفة بلا تطبيق، لكن نقول يبقى كل معرفة بتزاد إلى رصيد معارف الصحابة رضي الله عنهم يبقى معناها إنشاء عبادة أو إنشاء عمل. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. قلنا كان تحرك الصحابة كله عن طريق القرآن. إيه اللي بيحرك الصحابة؟ يبقى نقول القرآن، يعني القرآن. لما كان الصحابة نقول كانوا يمتثلون لسنن النبي صلى الله عليه وسلم سواء قولية أو الفعلية. إيه السبب؟ نقول آية هي اللي كانت بتتحرك الصحابة رضي الله عنهم. إيه اللي بيخليك تمتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي خلينا نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وكانت الآية ده هي نقول هي الآية عبارة عن قاعدة أصولية عند ابن عمر رضي الله عنهما، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كثيرا جدا ما كان بيستشهد بالآية ده هي، لما يفعل يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر مش محتاج إلى يعني كثير من الكلام أو كثرة كلام، لكن لا، ده كانت قاعدة أصولية كده بثت في قلبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إيه المطلوب؟ الآية دي بتقول لي إيه؟ نقول الآية دي بتقول إيه؟ بتقول إنك أنت أساسا لا عينك ينصرف على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذنك تصم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا مهيئ الآن، الأذن مهيئة تماما أن تستمع أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في إطار التطبيق، بصري أيضا لم ينصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل فكانوا يفعلون. وقلنا القضية دي ما كانتش عند ابن عمر رضي الله عنه فقط، ولكن دي كانت قضية يعني قاعدة أصولية عند الصحابة رضي الله عنهم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كانوا يفعلون، يترك كانوا يتركون، لا سألوا في الأول ليه فعلت ولا سألوا في الثانية لماذا ترك، لكن نقول إن هم أساسا يبقى دايما كانوا يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن هم فهموا ما معنى الدخول في الإسلام، فهموا معنى النطق بالشهادتين، يبقى الاتباع قضية الاتباع، نقول قضية الاتباع دي قضية واضحة تماما عند الصحابة رضي الله عنه. ننظر كده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه لما يحكي لنا ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، في نهاية الكلام يقول فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة، قضية منتهية عندهم. مجرد أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيشرب بهذه الصورة قال فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة، القضية منتهية، مش محتاجة إلى كثرة يعني تكرار الرؤية أو كثرة استماع الموعظة مرة من بعد مرة، لا، دي بمجرد إن اللفظة بتصل إلى مسامع الصحابة رضي الله عنهم نجد أنهم يتبادرون ويتسابقون أيهم أسرع تطبيقا وامتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسرع تطبيقا وامتثالا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني الحركة دي أو القضية دي كانت حية في قلوب الصحابة ليه؟ قلنا بمجرد آية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى قضية منتهية، يبقى المفترض كده أن أنا أحاكي وأقلد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتكلم به وفيما يفعله، فكانت قضية نقول قضية واضحة. لا نرى هذه قضية عند بعض الصحابة دون البعض، ولكن دي قضية بارزة في حياة الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم. أبو ذر رضي الله عنه يقول صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر،
حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، قام بهم في البداية الليل وحتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة، يبقى حسب له قيام الليلة، يبقى مش بتطويل هذه العبادة بحيث إن احنا نشتمل على ليلة بأكمل، لا، لكن طالما أنك أنت أساسا لما بتنصرف مع انصراف الإمام فعند ذلك يكتب لك قيام الليلة كاملة، يكتب لك قيام الليلة كاملة كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا انظر أيضا لحال الصحابة، يعني إرادة الاستزادة من فعل الخيرات، إرادة الاستزادة من فعل الخيرات، كما قال فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. تخيل ثلث الليل كده، احنا لما نيجي نتكلم يقول حتى ذهب ثلث الليل، يعني قولوا يبقى كم ساعة كده، كم ساعة صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم ساعة؟ يبقى نقول هذه الليلة هو من الليل الشرعي، الليل الشرعي من المغرب لغاية الفجر. تخيل بقى نقول الليل الشرعي ده من المغرب لغاية الفجر، قول مثلا 12 ساعة، يبقى ثلث الليل قد ايه؟ 4 ساعات. تخيل 4 ساعات، شطر الليل نقول 6 ساعات. وعند ذلك لما صلى بهم كما قال ذهب شطر الليل، فقلت لو نفلتنا قيام هذه الليلة، ده عايز الليل بأكمله، يعني بيطلبوا الليل بأكمله. قلنا احنا ما بنصلي بجزء، الجزء ده بياخد ساعة، عند ذلك الواحد بيخرج ويعني كده نقول كأنه رافع الرأس، رافع الرأس، وعند ذلك فعل فعلة لم يفعلها القوم، صلى اليوم بجزء، لكن ده كان بيصلوا 4 ساعات و6 ساعات، ونقول ان هم اساسا ارادوا الاستزادة من تلك الخيرات. عشان احنا لما نيجي نقيم الليل او مثلا نصلي صلاة التراويح يبقى عارفين حجمنا وعارفين مقدارنا، عارفين مقدارنا، احنا بنصلي ساعة كده صلينا بجزء، صلينا بجزء. قلنا طبعا يعني بالإضافة إلى التخفيف المعلوم، اللي بيصلي بحزب بيصلي بأقل من حزب، لكن المسجد لما بيصلي بجزء نقول بيصلي بصلاة طويلة، احنا بنقول ان هو بيصلي بصلاة طويلة. قلنا ليه؟ لأنه بيصلي بجزء، الجزء ده بياخد قد ايه؟ بياخد ساعة، بياخد ساعة، يعني مقدار التوقيت كده الزمني ان بياخد ساعة، ومع ذلك نجد ان هو يعني صلى بقوم حتى ذهب ثلث الليل. قلنا ده موسم الطاعات، رمضان ده موسم الطاعات، وبالتالي يعني الانسان يسعى الى احياء الليل باكمله. لكن احنا في استقبالنا لرمضان بنستقبل رمضان كغير من الايام، قلنا المفترض كده الانسان نقول بيكد ويتعب، يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان لك في النهار سبحا طويلة، يقول عشان انا اقيم الليل نقول كل اموري حفرغها بالنهار حتى ان اتى الليل يبقى في نوع من انواع الاستعداد اننا نحيي الليالي. لكن احنا اخذنا جزء من الليل ضفناه للنهار، يبقى نقول ان احنا بنعمل بالنهار فقط؟ لا، ده احنا اخذنا جزء من الليل وضفناه على النهار، بدل ما نقتطع جزء من النهار نضيفه لليل نقول لا، ده احنا اخذنا جزء من الليل ضفناه للنهار. فعند ذلك مفيش وقت بالليل، مفيش وقت، قلنا لان احنا تم الجور على الليل، يبقى زي بالظبط كده الجور على امر الاخره. يبقى انسان منشغل بالدنيا، مش منشغل بالدنيا بس، والله دي الدنيا والاخره، ده كل ما بيتقدم بنا الاعمار كل ما كان جور الانسان على امر الاخره، كل ما كان جور الانسان على امر الاخره. قلنا ان كان جور لا تجور الاخره على الدنيا عندنا، ولكن الدنيا تجور على الاخره، بالتالي كلما اقتطع الانسان من وقت يقتطع من وقت الاخره لوقت الدنيا. هي نفس القضيه برضو، يبقى اتعلمنا كده من القران ان لك في النهار سبحا طويله، ليه؟ عشان نتفرغ لليل. هنا نفس القضيه في رمضان، مفترض كده نقول لك والله انت قبل رمضان 11 شهر كده تمارس فيه ما تريد وتتهيأ تماما، عندما ياتي رمضان يبقى ده رمضان للعباده، اتفرغ لعبادة ربي. قلنا الان ده هيبقى الزاد اللي احنا هندخله عشان ننطلق من خلاله الى باقي العام. قلنا ده احنا في الدنيا كده يعني في نقول والله نشاط موسمي، نشاط موسمي، نشاط ده يقولك بيشتغل في الصيف فقط، يقول بس شهرين الصيف ده بيجيب له كل طعامه وشرابه باقي العام، يجيب له طعامه وشرابه باقي العام، فبيدخر منه وبالتالي حتى ينفقه في باقي العام. نقول يعني والله احنا لو طبقنا نظريات الناس في الدنيا كده على امر الاخره المسألة هتختلف تماما، تختلف تماما. لما يجي رمضان نقول عند رمضان بننقطع بقى للعبادة والقرآن، نقول ده وقت الخلوة، وبالتالي نستزيد من هذه الطاعات، نستزيد من الأعمال الصالحة، قلنا عشان ننطلق من خلالها إلى باقي العام. ده زادنا،
لكن هو نقول احنا ايام رمضان بنعملها كايام باقي الشهر. نقول لك يعني ما كفناش 11 شهر عمل والى غير ذلك. نقول الله لو ادخرنا واقتطع الانسان يعني من ماله، قلنا حتى يعني ان اتى رمضان يستطيع احياء تلك الليالي، اتفرغ تماما كده لحياة الليالي. ده قلنا الصحابة عايز يحيي الليل باكمله، عايز يحيي الليل باكمله، يعني كل كده مش شطر الليل 6 ساعات او 4 ساعات، لا ده شايف كده ان هو يعني هذه ليالي لا تفوت ابدا لا تفوت، يعني كانه يعني نقول ان هو قال لا يصلح فيها النوم، يعني كانه بلسان الحال كده قال هذه ليالي لا يصلح فيها النوم، لا يصلح فيها الا يعني وقوف الانسان وامتثال الانسان بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال وبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضيه حتى ذهب ثلث الليل، قال في صلاة وفي ذكر وفي قراءة القرآن، في صلاة وفي ذكر وفي قراءة القرآن. قال فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا هذه قيام هذه الليلة. فقال الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة، حسب له قيام الليلة، يبقى بيتحسب لك قيام الليلة بأكملها لما بتصلي مع الإمام حتى ينصرف هذا الإمام. قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قام بهم الليل بأكمله إلا قدر ضئيل، فترة زمنية قصيرة لدرجة أن هم خافوا أن يفوتهم وقت السحور. قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر، ثم لم يقم بنا بقية الشهر. يبقى في هذه الليلة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله ونساءه والناس، يبقى في ليلة 27، في ليلة 27. قال فقال فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع أيام. يبقى قال بالباقي، يعني هو بيتكلم يعني باقي الأيام المتبقية. وبالتالي قال فلما كانت الثالثة يتبقى 3 أيام، يبقى كانت الليلة السابعة ليلة 27. جمع الأهل وجمع النساء وجمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. يبقى الكلام ده ما جاش والله في ساعة متأخرة وقام بيهم بس صلاة تهجد، لا ده كان نقول من بداية كده، من البداية يعني البداية الليلة، نقول هذه الليلة يعني ما كانوا يبيتون فيها يعني في غفلة ولا تكاسل ولا نوم، ولكن نجد أنهم خافوا أن يفوت منهم السحور. قلنا من ما امتد به من لما امتد به من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال وقالوا أما الفلاح؟ قال السحور. قال الإمام الخطابي رحمه الله وسمي السحور فلاحا إذ كان سببا لبقاء الصوم معينا عليه، ومن ذلك حي على الفلاح أي العمل الذي يخلدكم في الجنة. قال وله معين على إتمام الصوم المفضي إلى الفلاح والفوز. يبقى قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال أي السحور. وقال أنه سمي السحور بالفلاح على أساس أنه السحور ده احنا بيعين الإنسان على الصوم، يبقى طعام السحور بيعين الإنسان على الصوم، قلنا عشان بيستمد منه قوة للبدن يقوى من خلالها على استكمال اليوم. قال ومن ذلك حي على الفلاح، زي ما بينادي المنادي في الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعالى حيث الفلاح. قلنا لأن ده فلاح، نعم أي طاعة احنا بيطيع فيها الإنسان رب سبحانه وتعالى تقرب بها رب سبحانه وتعالى بتوصله إلى الفوز العظيم إلى الجنة. قال لذلك سمي السحور بذلك. قال لأنه معين على إتمام الصوم المفضي إلى الفلاح، يبقى ده معين على الصوم. وبالتالي الصوم ده لما الإنسان يصوم لرب سبحانه وتعالى فإحنا بنستمد قوة البدن من خلال ذلك الطعام، يبقى أكلة الصحر كما قال عنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصوم لا شك أنه يوصل الإنسان إلى السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. قال ثم لم يقم بنا بقية الشهر. إما بعض الليالي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم، وأن خاصة في ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس، يبقى حس الناس على فضيلة ذلك أو فضيلة تلك الليلة في ليلة 27. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد الميزر وأيقظ أهله. طبعا معلوم أن النبي
صلى الله عليه وسلم ما كان يحيي الليل بأكمله إلا في العشر الأواخر من رمضان، إلا في العشر الأواخر من رمضان، فلم يتم ليلة بأكملها إلا في العشر الأواخر من رمضان كما تقول عائشة رضي الله عنها. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر في رمضان أحيى الليل، الليل بأكمله، وشد المئزر وأيقظ أهله، وأيقظ أهله. قلنا ده فطرة، نقول ما ينبغي أن تفوت هذه الفرصة على الإنسان، لا سبيل للإنسان إن هو أن يدرك ليلة القدر إلا بالتربص لها، إلا بالتربص لهذه الليلة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعله، يبقى حس القوم بالقول وكذلك بفعله صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل، كيف كان يفعل، كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل بأكمله، وشد المئزر وأيقظ أهله، وشد المئزر وأيقظ أهله. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. وبالتالي يعني كما بينا قبل ذلك، لما نيجي نتكلم عن قيام الليل نقول نريد قياما كقيام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عشان احنا يبقى لنا مفهوم صحيح عن قيام الليل، يبقى نشوله والله احنا اخذنا قيام الليل، قولك مين اللي قال ان قيام الليل ده هو يعني له تلك الفضيلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيلزم الانسان كده ينظر الى كيفية الاداء، دايما كده يعني احنا غفلنا عن كيفية الاداء، ممكن ناخد الكم فقط، كان يصلي 11 ركعة وبالتالي احنا هنحافظ على 11 ركعة بالليل، لكن نقول لك فين الاداء، كيفية الاداء، انظر كده، تستنى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنذكر دوما ان الامام البخاري رحمه الله في تحت كتاب الاعتصام بالسنة ذكر هذه التراجم كده، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول قيام الليل، لماذا تقوم الليل، ليصلي 11 ركعة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذه الليالي بإحدى عشر ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها. أقول لك طب كيفية الأداء بقى، سورة الأداء، يبقى عشان إحنا ما نغفلش، وإلا كما بينا أن إحنا لما بنيجي نصلي بجزء بنشعر كده أن إحنا يعني كده أتممنا الليلة بأكملها على خير وجه، ما فيش زيادة ممكن نفعلها أكثر من ذلك، ولكن هذه ثلث الليل، يبقى دايما احسبها، دايما احسب كده بالساعات، يقولوا ثلث الليل شطر الليل، يبقى احسبها كده، ادي الليل الشرعي من المغرب لغايه الفجر، اسمه على ثلاثة كده، يبقى ادي عدد الساعات، نقول ثلاث ساعات، اربع ساعات، فعند ذلك نقول اربع ساعات يقيم فيها الليل، يحيي فيها الليل، نقول عند ذلك، لكن لا سبيل للتربية على الطاعة الا بهذه الصورة. لذلك بينا ان قيام الليل نزل في البداية، يعني في بداية ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قلنا لأن الرجال لا تربون إلا على تلك المائدة، على قيام الليل، على التضحية بوقت الراحة، على التضحية بوقت الراحة، ودول الرجال اللي تحملوا مسؤولية الدين، عشان إحنا نكون زي الصحابة ونلحق بالصحابة رضي الله عنهم، نقول إنك أنت تتربى على نفس المقومات التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة ما كانوا إلا رجال، لكن يا ترى ايه اللي رفع قيمة الصحابة ومنزلة الصحابة رضي الله عنهم؟ الاسلام والتطبيقات، يبقى الاسلام هو اللي رفع قيمة الصحابة رضي الله عنهم، والتطبيقات تربوا على مقومات، نقول المقومات دي والله كانت موجودة في العصر النبوي مش موجودة عندنا، نقول لا، كل المقومات التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم هي مقومات ما زالت موجودة، ما زالت موجودة، ولكن غفلة الانسان عن هذه المقومات، قلنا تكاسل الإنسان أيضا عن التزام تلك المقومات، قلنا لأن هذه المقومات بتحتاج إلى رجال باعوا واشتروا مع ربهم سبحانه وتعالى، تحتاج إلى رجال، قلنا رجال يتحملوا مسؤولية الدين، قلنا بالتالي نقول لك الله أنا حعمل في الدعوة أنا ححمل مسؤولية الدين، نقول لا، ده طريق، نقول هذا طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء يبقى فيه مقومات لابد أنك أنت تتربى عليها حتى تتحمل مسؤولية ذلك الدين كما تحملته الصحابة رضي الله عنهم، فهم رجال كما سماهم ربنا سبحانه وتعالى، وتربوا بهذه المقومات التي ربى من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم أولياء القوم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من
الأسماء ما اصطفاه.